السلام عليكم اعزائي اصدقائي، شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. التقاكم اليوم بفيديو جديد. اليوم عندنا لعبه جديده. اليوم جايب لكم باتل جراوند طبق الاصل. باتل جراوند مجانيه، مستحيل ادري هذه الباتل جراوند. طبعا هذه اللعبه ما راح تلقاها لا بستيم ولا باورجن ولا باي مكان، فاذا تحب تنزل هذه اللعبه وتصير هذه اللعبه عندك وتلعب هذه اللعبه، واذا انت من محبي العاب باتل جراوند وفورتنايت والالعاب اللي من هذا النوع، فتابع الفيديو للأخير حتى تتعلم شلون راح تقدر تحصل وتنزل هذه اللعبة. الحلو بهذه اللعبة انه وبهذه الطريقة اللي راح اشرح لكم اياها راح تقدر تحصل هذه النسخة وهذه اللعبة مجانا، ما راح تدفع اي فلوس. اسلوب اللعب مال اللعبة قريب جدا من لعبة باتل جراوند. التجسيم مالتها، اسلوب اللعب مالتها، فتشي جدا رهيب. اكو اختلافات بسيطة عن لعبة باتل جراوند، بس هذه الاختلافات ما راح تلغي المتعة، ما راح تبعدك عن لعبة باتل جراوند. راح تحس ان انت قاعد تلعب لعبة باتل جراوند، وبنفس الوقت راح تحس نفسك ان انت حصلت لعبة باتل جراوند مجانا. اتمنى تتابعون الفيديو وتتابع الخطوات بدقة، وان شاء الله راح تستفاد من هذا الفيديو. فيلا خلونا نشوف باقي الفيديو. طبعا راح تدخلون على هذا الموقع، اوكي، وراح تسجلون المعلومات بشكل معروف. طبعا الاسم المستخدم، الباسورد، تعيد كلمة الباسورد، تكتب الايميل مالتك، وهنا تختار الدولة. انت باي دولة؟ بالمملكة العربية السعودية، بالعراق، بتونس، بالجزائر، باي دولة؟ تختار الدولة وتختار هنا موافق وتقول له ريجستر. راح تسوي حساب، وراح تربطه بالايميل مالتك، ايميلك الشخصي. لا تنسى تكتب ايميلك صحيح، اوكي. بعد ما تدخل المعلومات مالتك صحيحه وتسجل دخول، راح يطلع عندك انه تسوي لوجن، راح تسوي تسجيل دخول بالايميل مالتك والباسورد او بالاسم المستخدم والباسورد. شوف انت ايوه اللي تتذكره وهي افضل بالنسبه لك بالنسبه لتسجيل الدخول. زين، هسه شلون نحمل اللعبه؟ شلون ننزل اللعبه؟ راح تدخل على رابط ثاني، الرابط الثاني ايضا راح اخلي لكم اياه اسفل الفيديو بالديسكربشن، اوكي. فراح تدخل هنا، راح تضغط على هذا الخيار، راح يطلع لك خيارين. الخيار هذا يقول لك تريد تسوي ريجستر. احنا سوينا ريجستر، سوينا حساب. لا، احنا حنختار هذا الخيار، ندخل هنا. طبعا ايش راح يقول لك؟ راح يقول لك اكو برنامج، تتذكرون ايبك جيمز؟ تتذكرون البرنامج قلت لكم هذا اللي يشبه الاورجن، يشبه الستيم، برنامج من شركه ايبك جيمز، نزلنا عليه الفورتنايت ومجموعه العاب الايبك جيمز. هذا نفس الشيء، برنامج راح نضغط عليه، راح نحمله، راح اخلي لكم رابط تحميله، راح نحمله وبعدين راح ندخل بالبرنامج بالحساب مالتنا اللي سويناه ونكمل خطوات تشغيل اللعبه. طبعا راح تدخل لهذا الرابط، راح يطلع لك هذا التحميل. مثل ما تشوفون حجمه 66 ميجا. هذا البرنامج لازم نحمله ونشغله بداخل حاسبتنا. كمل الخطوات. طبعا بعد ما كمل التحميل راح نفتح الملف اللي حملناه، راح يكون بهذا الشكل. مثل ما تشوفون بهذا الشكل راح يكون، راح نضغط عليه دبل كليك وننصب خطوات تنصيب عاديه. احنا نقول له موافق. طبعا ممكن تطلع لك لغه غريبه لانه اصلا البرنامج يعني شركه اندونيسيه، اوكي. فنقول له باسنج. فمثل ما تشوفون اكو كتابات يعني بداخل البرنامج مو باللغه الانجليزيه، فاتمنى تنتبه للخطوات، بنفس الخطوات طبق نفس الخطوات وان شاء الله راح يكمل عندك التنصيب بشكل بدون اي مشاكل وتشتغل عندكم اللعبه ان شاء الله. طبعا ننتظر لحد ما يكمل التنصيب هذا البرنامج حتى ندخل بالحساب اللي سويناه قبل شويه. لازم تتذكر الباسورد والايميل اللي سجلت بيهم بالحساب السابق لانه راح نحتاجه حاليا حتى نسجل دخول. اوكي، هسه راح يطلب من عنده الايميل والباسورد اللي سجلنا به سابقا، راح اخلي الايميل والباسورد وارجع لكم. اوكي، طبعا بعد ما خلينا اليوزر نيم والباسورد وسوينا لوجن راح يبدي يحمل ملفات كبدايه، اوكي. مثل ما تشوفون اللغه مو انجليزيه، ف خلينا نشوف بالله نقدر نغير اللغه. اكو لغه انجليزيه. جيد 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 جيد. اوكي اوكي، يقول لي لازم اسرست البرنامج.
مثل هذه الخطوات. طبعا مثل ما شفتوا نفس هذه الخطوات حاول اطبقها حتى تغير لغة البرنامج تصير باللغة الانجليزية، يعني شوية تكون مفهومة اكثر. مثل ما تشوفون من هنا عندك اللغة، اوكي تضغط على هذا اول خيار راح يكون عندك اللغة، الخيار اللي على اليسار هذا مو هذا، هذا كنسل، هذا الخيار على اليسار اذا طلع لك باي كلام ثاني غير اللغة الانجليزية وما افتهمته. اوكي اختار الريجن، هسه انا عندنا خلينا نشوف كم ريجن موجود، اكو ماليزيا سنغافور ماكاو. اذا هذه المشكلة وين؟ مثل ما شفتوا يا اصدقائي اذا اكو مشكلة وحيدة انه الريجنات الخاصة بهذا البرنامج هي كلها دول شرق اسيا، جنوب شرق اسيا، اندونيسيا، ماليزيا وغيرها من هذه الدول. مثل ما تشوفون العاب موجودة، العاب موبايل ليج اوف ليجند، لعبة كرة قدم اونلاين مجانية تقدر تحملها، العاب موبا والعاب قتال. اللي يهمنا هي اللعبه اللي تشبه لعبه باتل جراوند مثل ما تشوفوها ما موجوده، فلازم نغير الريجن. مثل ما شفتوا ان احنا قلنا نبقي الريجن، فاحنا حاليا ريجن سنغافوره، لازم نغير الريجن حتى تظهر عندنا اللعبه هنا بهذه القائمه ونقدر نحملها ونلعبها. اوكي نضغط هنا على احسن، راح نختار ريجن، نغير الريجن، نسوي اندونيسيا. اوكي نقول له سيف، راح يرست طبعا مثل ما شفتوا يا شباب. لما نغير الريجن نسوي اندونيسيا راح تطلع لنا هذه اللعبه. اذا نختار اللعبه مثل ما تشوفون يا شباب، طبعا حجم اللعبه 5 جيجا بس ده تظهر لنا اللي جوا كتابه كومينج سون، يعني ما تظهر لنا انستول او تنصيب او فتح للعبه، فتظهر لنا فقط كومينج سون. طبعا حجم اللعبه 5 جيجا، شكلها وديزاينها واسلوب لعبها يشبه الى حد كبير لعبه باتل جرام. طيب جربنا على سنغافوره ما طلعت لنا اللعبه، حطيناها على اندونيسيا طلعت لنا اللعبه، بس لما جيت انصبها طلعت ما موجوده وانما يقول لي كومينج سون. لما احطها على تايلاند اوكي واقول له سيف، ارجع افتح اللعبه حلقاها موجوده، لما افتحها ما راح تطلع لي كومينج سون، حتطلع لي انستول. ف حاليا تقدرون تلحقون، اعتقد عدد محدود جدا من عده دول، فحاليا تايلاند مفتوحه، اذا تريد تنصب تحصل اللعبه حاليا مفتوحه. هسه تقول لي شنو قابل هي فتشي يا صديقي، هي حاليا كلوز بيتا، يعني ممكن تصير بعدين مدفوعه بفلوس، فاذا تريد تدخل تحصل الكلوز بيتا وتدخل وتلعب اللعبه فانصحك انه تطبق هذه الطريقه باسرع وقت وتحاول تحجز نسختك الخاصه بيك، لانه احتمال حتى تايلاند تنغلق بالايام الجايه. فاذا تريد حول الريجن، اذا ما طلعت لك او طلعت لك كومينج سون نفس الخطوات، هنا تغير اللغه، هنا غير الريجن وتختار تايلاند وتقول له سيف وخلاص راح تطلع لك اللعبه، وهنا تجي تدخل على اللعبه وبعدين تجي تنصبها. اتمنى عجبتكم هذه اللعبه واستفدتوا من هذا الفيديو، لا تنسونا بلايك واشتراك وشير للمقطع. شكرا لكم، التقاكم ان شاء الله فيديو جديد، تحياتي لكم مع السلامه. We can throw shapes together, but it doesn't mean you're in my cell.